وفي هذه اللحظة صرخ إيرين صرخة قوية جدا تبدو نوعا ما كطلب للنجدة، وإذا لم ينجح في التحرر فسيأتي العملاق الفك. إبداع يا أخي، القتالات التي رأيناها غير طبيعية. صحيح أن فيها سي جي وبعض المشاهد خربوا التحريك، ولكن تبقى المعركة. تخيلوا، أمس لم أستطع النوم، رفعت حلقتين، ردت فعل على الافتتاحية وردت فعل أيضا على الحلقة كاملة، والآن التحليل. لذا ضع لايك، قدر هذا المجهود. إن كانت تعجبك حلقاتي ففجر زر اللايك وانشر المقطع مع أصدقائك. أما إن كنت جديدا بالقناة فلا تنسى الاشتراك مع تفعيل الجرس كي لا تفوتك أي حلقة. معظم المشاهد التي ظهرت بالحلقة كانت عبارة عن قتال إيرين ضد الجميع، لكن هناك حوارات مهمة أيضا وبعض الأسرار والخبايا ظهرت أنا متأكد لم تنتبه لها. بعد إكمالك لهذا المقطع ستفهم الحلقة من عدة زوايا. جزء من هذا المقطع سأخصصه لتحليل الأحداث، الجزء الآخر نتحدث عن القتالات، وفي الأخير أعطيكم انطباعي الشخصي. هيا بنا. بدأنا الحلقة مع ليفاي، وكما نعرف جميعا أن إصاباته بليغة لدرجة أن أصابعه قطعت. وماذا تنتظر؟ تفجر رمح بجانبه، بينه وبين الرمح سنتيمترات قليلة. لكن لنقل الحقيقة أنه خطأ ليفاي، تصرفه كان غبي صراحة. كيف يعقل يضع رمح في زيك كي يهدده وهو يعرف بقدرته على التجدد؟ حتى إن كان ذلك سيقتله، فإذا انفجر الرمح أنت المهدد أكثر بالموت يا ليفاي، لأنك بشري ولست عملاق. وبالفعل رأينا هانجي تقول عن ليفاي بأنه مات، لكن أنا متأكد 100% أنه حي. لحسن الحظ أن هانجي التي وجدته أولا وليس فلو، لأنها قامت بحمايته. كل اليجريين كانوا يريدون قتله، واليجريين هم أعضاء فيلق الاستطلاع الذين صاروا بجانب إيرين، وعلى رأسهم فلوك وهو وغد حقير نسي أيام إنقاذ ليفاي له. الآن صار يعتبره عقبة في طريقه، وبالفعل لا أحد يقدر على هزيمة ليفاي. لحسن حظ هانجي، الوقت الذي كان فلوك سيتأكد من موت ليفاي ويطلق رصاصات برأسه، بدأ بخار قوي يعود للعملاق الذي أنقذ زيك. ذلك العملاق حمل زيك وأدخله لجسمه بالجزء السابق. فكرت وقتها أن العملاق سيشفيه عن طريق حرارة جسمه والبخار الذي يخرج منه، لكن اكتشفنا أن الأمر ليس كذلك أبدا. البخار عاد للعملاق على عكس طبيعة العمالقة، وخرج زيك منه مشفى تماما بصحة جيدة ولا إصابة. ألم يكن قبل قليل مقطوع لنصفين؟ إن كان ليفاي حصل على تلك الإصابات فما بالك بزيك اللي كان الرمح بداخله. ثم ظهرت فتاة غامضة، فتاة صغيرة بالسن رأيناها بالتريلر، وقامت بشفائه، وكل هذا حسب ذكريات زيك. السؤال هنا، كيف انتقل زيك من العملاق ليصير بين يدي تلك الفتاة وفوق هذا في مكان لا علاقة له بحيث تدور الأحداث؟ منطقة زرقاء واسعة وفي سمائها مظهر الشفق الخلاب. ما قاله زيك أن المكان غريب، الفتاة قامت بإعادة بنائه من الطين، كان يراقبها ويشعر أن الوقت يمر ببطء وفي نفس الوقت بسرعة، ما يعني أن زيك بنفسه لا يعرف من تلك الفتاة ولا أين أخذته، ولكنه يعرف نظريا ما هي المسارات، فأنه لم يسبق أن عاش التجربة فيها. إذن فمن القادر على التحكم بالمسارات؟ غالبا بل الأكيد العملاق المؤسس، فهذه قدرته. إذن هل هذا يعني أن تلك الفتاة تملك قوة العملاق المؤسس مثلا؟ إيرين فقط من يستطيع استعمالها إذا لمس زيك ذو الدم الملكي. لنقل أن تلك الفتاة تملك قوة المؤسس، إذن فقدرتها هي أخذ أي شخص من الإلديانيين لمنطقة تجتمع فيها كل ذكرياتهم أو مكان خاص بهم فقط، ويمكنها شفاؤهم هناك. هل يمكنها يا ترى إعادة إحياء الموتى؟ لو كان هذا صحيحا فسنشاهد الإيدو تينسي. لازلت سأعود لموضوع زيك والمسارات، لكن دعونا نتحدث الآن عن القتال. القتال يا حبيبي، وكم تحمست في ردة فعلي وقت القتال. سيظهر عندكم مقطع ردة فعلي على الحلقة بالمقترحات فوق. تحول إيرين استعدادا للقتال،
ما كان قد يقتل غابي وبيك لولا حماية العملاق الفك له. وقالت بيك أنها لم تتوقع القضاء على إيرين بتلك البساطة. وفي موقف مضحك جدا بوركو يقطع يد بيك كي يحررها من الأصفاد. تحولت حينها للعملاق الفك لإنقاذ غابي، وليس لهذا السبب فقط بل لقتال إيرين أيضا. الجهة الأخرى يلينا كانت مرتعبة، نظراتها يا أخي تسبب القشعريرة، وطلبت من إيرين الهرب أسفل الأرض بجسمه البشري مستعملا قوة العملاق المطرقة. ولكن إيرين المقاتل لم يقبل بل وذهب مباشرة لمنطقة العدو. المصيبة أن إيرين لوحده تماما، من يسانده؟ تقول لي جنود الفيلق عددهم قليل جدا مقارنة بجنود المارلي. أصبح إيرين لوحده ضد الجميع، 3 عمالقة، الفك، المدرع، والعملاق العربة، إضافة لقذائف المارلي وأسلحتهم الخطيرة. فقد أتوا بعدد هائل من الجنود، أزيد من 500 جندي مسلح. ولكن كيف هاجم إيرين على راينر كأنه في حلبة مصارعة؟ أوف على هجوم إيرين، دفع العملاق المدرع بقوة وصادمه بالبناء. صلب إيرين يديه واحتمى من ضربات راينر، ضربة تليها ضربة تليها ضربة، وفي لحظة أخطأ راينر في ضرب إيرين، نزل عليه العملاق المهاجم بضربة من يده المتصلبة، هشمت بوجهه تماما، غيرت ملامحه كليا. صرخت حين رأيت هذا المشهد، كان إيرين سيستمر في تحطيم راينر تماما، لكن تدخل العملاق الفك، ويا له من تدخل صراحة. لو تمكن إيرين من التهامه وقت التهم المطرقة كان سيحصل على قوة جبارة. على الرغم أن إيرين أخرج أشواك التصلب من قدرة المطرقة الخاصة به، فالعملاق الفك تفاداها جميعا بسبب خفته الغير طبيعية، بل وكسرها بأظافره. ودفع إيرين نحو راينر، وسمعنا راينر يقول: أنت لا تشكل تهديدا عندما تكون لوحدك. لا يا راينر، إيرين يشكل تهديدا عليكم ويجلدكم كذلك واحدا واحدة. وبالطبع إيرين رغم أنه قد حصر تماما وكان الفك على وشك التهامه، أخرج أشواكا ضخمة من الأرض ورفع عاليا كل من الفك والمدرع، وحصل ما لم يكن بالحسبان. تدخل فيلق الاستطلاع وكانوا على وشك القضاء على العملاقين برماح الرعد، وشاهدنا الرعب في عيون راينر، فهو أكثر واحد يعرف خطورة رماح الرعد لأنه جربهم من قبل. ولكن تدخلت بيك العملاق العربة، أرسل قذيفة مميت على رأس إيرين، فجرته تماما. يا كم كانت لقطة حماسية، والخوف في نظرات يلينا كذلك. فيلق الاستطلاع تم رميهم بعيدا بسبب قوة الانفجار. المدفع الضخم بظهر العملاق العربة قلب مجريات الأحداث لأنه يضرب من مسافة بعيدة، وقد وضحوا لنا أنه تم تطوير بندقية جديدة للإطاحة بالعملاق المؤسس وتسمى بندقية مضادة للعمالقة، ومن الواضح أنها شبيهة لحد كبير بقوة رماح الرعد التي طورها سكان جزيرة البارادايس. وفي بطاقة توضيحية ظهرت بالحلقة أشارت أن تلك البندقية تم إرسالها من اتحاد الشرق، وهي مصممة خصيصا لمواجهة قدرة التصلب لدى العمالقة بل واختراقها أيضا. وكي يزيدوا في فعالية الطلقات ودقتها، فالشخص الذي كان يستخدم البندقية هو ماغات، يعني أذكى قائد عندهم واللواء الأكبر، بنفسه يضع جسده في خطر فوق العملاق العربة كي يكون استعمال البندقية على أكمل وجه. فهم لا يثقون بأي جندي آخر لاستعمالها، وهذا يشير لأهمية سلاح البندقية الجديد لديهم. سنعود للقتال لاحقا، الآن لنناقش القتال المهم الذي ظهر بين أونيان كوبون وبقية الفيلق، وأقصد ميكاسا وأرمين والشلة التي عشنا معها الأحداث من البداية. أونيان كوبون أخبر البقية بأن إيرين يواجه الجميع لوحده وحررهم من السجن لأنه تم حبسهم من طرف اليجريين. هنا بدأ الحوار المهم بين أرمين، كوني، جان، ميكاسا وأونيان كوبون حيال من سيدعمون وإلى أي فئة سيتجهون، لأن زيك ويلينا يريدون تنفيذ خطة القتل الرحيم، وهذه الخطة تمكنهم من قطع نسل جميع الإلديانيين عن طريق قوة المؤسس، أي أنهم يريدون قتلهم لكن بشكل غير مباشر، فقط يتركون الإلديانيين الحاليين أحياء، لكن مع مرور الزمن لن يتكاثروا وسيموتون تدريجيا. بالطبع فيلق الاستطلاع لن يوافق على هذه الفكرة المجنونة، ولكن إيرين يوافق عليها
أو هذا ما ظهر لحد الساعة وما يعتقده الفيلق أيضا إلا آرمين. آرمين قال من المستحيل أن يوافق إيرين على هذه الخطة، وإن تذكرتم فإنه ضحك لما شرحت إيلينا الخطة وقال أنه متأثر ومعجب بخطة ذيك للقتل الرحيم. في الحقيقة هو تأثر لأنه تأكد من استحالية قبول إيرين للفكرة. آرمين مقتنع تماما أن إيرين يوافق زيك وإيلينا فقط لتنفيذ خطة شخصية لم يقم بشرحها لأحد، لربما خطة لإنقاذ الإلديانيين، ولكنه يخفي ذلك على الجميع لاستغلال زيك وإيلينا بما أنه في حاجة لدم زيك الملكي حتى يفعل دك الأرض ومن ثم يسير على خطاه. عموما أعداء الفيلق حائرون جدا. جان وافق آرمين بكون إيرين يهدف لخطة أخرى، لكنه بالمقابل قال أن دعمنا لإيرين سيجعلنا ندعم زيك وخطته بشكل غير مباشر. أونيان كوبون يقول أن علينا دعم إيرين لتفعيل دك الأرض ومن ثم نرى خطته. جان وآرمين يثقون بإيرين ويفكرون بدعمه، أما كوني فهو حائر جدا، بينما ميكاسا قالت أن إيرين معه حق وأنها ستدعمه بكل الحالات لأنها خادمة له بسبب دمائها الأكرمانية. آرمين لم يوافقها وقال أن كلام إيرين كان كاذبا فقط. بعد كل الحوار الذي دار بينهم أنا أراهم يسيرون في طريق مساعدة إيرين، فكلام آرمين أثر في بقية الفيلق وهم يثقون في تحليلاته دائما. إن ساعدوا إيرين فهم سيساعدون أيضا زيك وبالتالي سيصيرون فرقة واحدة، وهذا سيساعد إيرين كثيرا بالنظر لكونه يقاتل المارلي لوحده، ولكن إيرين لم يعد ذلك الطفل الصغير الطائش. إذن فانطلاقه لمواجهة المارلي يعني أن لديه خطة ما في رأسه، وربما هو واثق من أن فيلق الاستطلاع سيساعده. حقا فيلق الاستطلاع صاروا بين نارين، لا يعرفون هل يساعدون إيرين أو لا، وفي نفس الوقت يقاتلون المارلي. من أكثر الحوارات المهمة بالحلقة هو حوار بيك ماغات وغابي. غابي صار لها دور مهم بالقصة لأنها عندما قتلت ساشا بالجزء السابق وصعدت على متن المنطاد سمعت زيك يقول بأنهم جمعوا الدم الملكي مع قوة المؤسس، وتذكرت كلامه المهم هذا وأخبرت بيك وماغات، واستنتجوا أن زيك وإيرين بحاجة ليلتقوا ببعض حتى يفعلوا دك الأرض، وعرفوا أيضا أن زيك يملك دما ملكيا لأنه كان يخفيها عليهم طوال مدة خدمته للمارلي، فصاروا الآن يعرفون لماذا لم يفعل إيرين دك الأرض لحد الساعة، والأهم أنهم سيحاولون منع زيك وإيرين من الالتقاء ببعضهما البعض. الآن لنعود للقتال. 50 جندي من المارلي يطلقون الرصاصات من المناطيد أيضا من خلف المنازل. فيلق الاستطلاع صاروا يسقطون تواليا، وغالبا سيموتون جميعا على هذه الحال، ولن يساعدوا إيرين بشيء رغم رماح الرعد التي يمتلكون. أعداد المارلي مهولة وتفوقهم بمراحل. بالنسبة لقتال إيرين، مساعدة العملاق العربة وتفجيره لرأسه كان له تأثير كبير جدا في قلب مجريات الأحداث، لأنه بذلك نجح راينر في إدخال الشوكة بصدره. وفي هذه اللحظة صرخ إيرين صرخة قوية جدا تبدو نوعا ما كطلب للنجدة، وإذا لم ينجح في التحرر فسيأتي العملاق الفك ويلتهمه، وحتى إن نجح وخرج من سيطرة راينر فالعملاق العربة سيستمر في إطلاق الرصاصات الهائلة، وبسرعة الفك وصلابة المدرع من المستحيل أن ينجو إلا إذا تدخل طرف خارجي، وغالبا فيلق الاستطلاع أو زي، وأعتقد سيساعده اليجاريين أولا ثم فيلق الاستطلاع إذا وافقوا جميعا على خطة دك الأرض، وكما رأينا فهم وافقوا عليها تقريبا، ولكنهم حائرين هل يساعدنا إيرين أم لا، لأنهم لا يعرفون ماذا يدور في رأسه. وأنا أرى أن لا خيار أمامهم، ماذا سيفعلون؟ غالبا سيكونون بصف العملاق المهاجم. بالنسبة لفالكو شاهدناه في لقطة قصيرة محبوس
إلى جانب عدد كبير جدا من جنود الفرقة العسكرية. وهؤلاء الجنود كانوا يمكن أن يساعدوا إيران يتدخلوا ويكون لديهم دور مهم جدا، فعددهم كبير، ولكن بسبب شربهم لسائل النخاع الشوكي ليزيك صاروا لا حول لهم ولا قوة، فبصرخة واحدة منه سيحولهم جميعا لعمالقة. والأمر كذلك ينطبق على فالكو غالبا رغم أنه شرب قطرة صغيرة. الآن لنعود للمسارات. إذا كانت الفتاة تستطيع أخذ أي إلدياني لتلك المنطقة وشفاؤه، فهذا يعني أنه لو تمكنت من أخذ إيران بعملاقها فقد تقوم بشفائه حتى إن تعرض لإصابات بليغة، ولربما يلتقي هناك مع إلديانيين آخرين في حالة كانت تستطيع أخذ العديد من الأشخاص دفعة واحدة. برأيي تلك الفتاة لديها قوة هائلة قادرة على قلب وتغيير مجريات الأحداث. كم أتمنى عودة ليفاي في أقرب وقت لأرى ردة فعله وكيف سيتصرف تجاه إيرين ومن سيساند. بالنسبة لانطباعي الشخصي، الأحداث كانت حماسية بلا تمطيط زائد، القتالات رائعة، وحتى الحوارات لم تكن مملة، كل كلمة مهمة. استمتعت كثيرا بالحلقة، لم أشعر بمرورها صراحة. بالنسبة للرسم والتحريك فأنا أراه متوسط، ولا تنتظروا أبدا رؤية تحريك المواسم السابقة، لأن الوقت الذي يأخذه الاستوديو في العمل يفرق كثيرا من هذه الناحية. النقطة التي لم تعجبني هي الأوسطات، لا يوجد إبداع كبير بالحلقة من حيث الموسيقى، كان يمكنهم إعطاء قوة أكبر للمشاهد. كمية المعلومات في هذه الحلقة قليلة لأن القتالات أخذت حيزا كبيرا، ولكنها جعلت الحلقة أكثر متعة. وتقييمي للحلقة 8/10. إذن يا أصدقائي الأوتاكو، وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا دعم المقطع باللايك شير والاشتراك. أراكم في مقطع جديد مع تحليل جديد أو ردة فعل جديدة. ماتاني.